عليكم ومرحبا بك سي عبد الله الخدير معنا في جريده اصوات باعتباركم محلل سياسي ومكون معتمد لدى جريده اصوات. حضركم بحال بيتكم. بغينا نسولك الله يجازيكم بخير، كيف ترون دور جريده اصوات ضمن تغيرات الساحه السياسيه؟ شكرا اختي الفاضله. وين عبد الله الخدير من مواليد مدينه سرى، اعلامي ومكون اعلامي ومحلل سياسي، مدير مركزيه اتحاد النقابات الشعبيه، رئيس لجنه الفلاحه والتنميه القرويه بمنظمه التعاون المغربي الاوروبي، ومستشار باحث اكاديمي بالمرصد المغربي الافريقي والشرق في العلاقات الدوليه. عندما نتحدث عن جريدة أصوات فإن هذا الحديث سيأخذنا إلى مفهوم صحافة التحقيق في ظل ثقافة العهد الجديد، حيث أنه فيما كان يسمى اصطلاحا بسنوات الرصاص وسنوات تكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين، كان لابد من بعات مفهوم جديد لصحافة التحقيق، وبالتالي هيئة تحرير جريدة أصوات عانت الأمرين قبل ظهور المرسوم الذي يحدد حق الوصول إلى المعلومة، وفي ظل التغيرات قبل قانون النشر الجديد وقبل ظهور مع المجلس الوطني للصحافة، كانت هذه الجريدة تقوم بدور تكميلي حقوقي للعلاقة التداولية بين الدولة والمواطن، حيث أنه مع ظهور مؤسسة الوسيط التي كانت تسمى سابقا بديوان المظالم انبعثت في بداخل مكونات ثقافة العهد الجديد مفهوم الحقوق المدنية المكتسبة لدى المواطن المغربي. جريدة أصوات لم تكن جريدة خارج سياق التحولات التي يعرفها المشهد الوطني المغربي انطلاقا من مفهوم العهد المحمدي الجديد، لكن الإكراهات التي بكل صراحة عاصفت بمكونات المشهد الإعلامي قاومتها جريدة أصوات بدينامية وبتجديد وبآلية التكوين، حيث أنها أكاديمية تعطي لأبناء الشعب المغربي ذلك الدفء الحقوقي لكي تكون كل إعلامية مثل جنابكم الكريم ومثل هؤلاء الإعلاميات والإعلاميين في مستوى صحافة التحقيق. ارتباط صحافة التحقيق بالتغيرات التي يعرفها المشهد الكوني على مستوى ثقافة حقوق الإنسان، اعتبار صحافة التحقيق بمفهوم الديمقراطية الرقمية، حيث الآن أصبحت الرقمنة جزءا ومكونا أساسيا للتغيير. وقد لاحظنا معكم قبل قليل شكاية أتت من إقليم سيدي قاسم كانت ربما في عهد سابق قبل ظهور الثورة التكنولوجية كنا ننتظر مراسلات بالبريد، واليوم في ظل الثورة التكنولوجية نمط الديمقراطية الرقمية يحتم على المسؤولين الإنصات إلى هموم المواطنين انطلاقا من دور الإنترنت ودور التحولات التكنولوجية التي يعرفها العالم. فلا بد للصحافة أن تنخرط في هذا الورش. هيئة التحرير وعلى رأسهم السيد المدير الأستاذ سي محمد العيداني وكل الطاقة مواكبة هذه التحولات. فإذا على الجهات المسؤولة أن تنتبه إلى أنه الآن لا نتحدث عن مفهوم الورقية ولا عن مفهوم الإلكترونية، عن مفهوم جديد في إطار صحافة التحقيق داخل منظومة الثورة التكنولوجية. ولهذا نوجه نداءنا إلى المجلس الوطني للصحافة ولكل الهيئات إلى دعم هذه الجريدة، لأننا هي في صلب اهتمامات المواطنين باعتبار جلالة الملك والدستور يحث على أن وصفة التحكيم الملكي حاضرة في الدستور. دستور 2011 الذي حمل أبعاد المواطن المغربي في ظل تجريات هوياتية متعددة الأطراف يحث على أن جلالة الملك هو الضامن لحقوق المواطنين. ووساطة الضمانة في ظل الثورة التكنولوجية لا يمكنها أن تأتي إلا من جرائد تواكب المشهد الإلكتروني والمشهد المرتبط بالشبكة العنكبوتية خدمة للمواطن. ولكننا مع الأسف نرى جرائد التفاهة وجرائد التي تعتمد فقط على السبق
الصحفي، انا تحدثت الان عن مفهوم السبق. السبق الصحفي الان اصبح لكل واحد منا جريدته داخل هاتفه، فبالتالي سرق السبق الصحفي واعتماد اسم او علامه تجاريه تصنف الجرائد الكبرى والصغرى هذا خطا كبير. على بكل صراحه المجلس الوطني للصحافه ان ينتبه اليه وان يقوم بزيارات ميدانيه الى هذه الاوراش، هذه اوراش حقوقيه. انا لا ارى بانني في استوديو، انا في ورش حقوقي يحمل تطلعات جلاله الملك ضامن ثقافه العهد الجديد لكي يجد المواطن المغربي حقه انطلاقا من الثوره التكنولوجيه. اذا باعتباركم محلل سياسي، ما هي رايكم حول نمط الاقتراع في الاستحقاقات المقبله؟ نعم، هذا اشكركم على هذا السبق الصحفي لجريده اصوات، وهو سبق ربما ان المواطن الان لا يزال لا يستوعب، واشكرك سيدتي على هذا السؤال. نمط اقتراع، نمط اقتراع فيه مجموعه من الاكراهات، حيث الان الاتفاق الاخير بين وزاره الداخليه وبين الاحزاب السياسيه، المقترح والذي ربما سيكون رسميا اذا ما قدرناه، يقضي بوجود رائحه واحده تضم مرشح الجماعه المحليه ومرشح الجهه ومرشح البرلمان. اعطيك مثال، انه الاخ رئيس التحرير السي مصطفى الزرق بغى يترشح للبرلمان في اقليم او عماله كعماله ساره اللي فيها خمسه ديال المقاطعات حضاريه وجوج ديال الجماعات قرويه وبلديه هي بلديه بوقناد. عليه ان يقوم بتغطيه كل لوائح المقاطعات والدوائر الفرديه في الجماعتين القرويتين وفي البلديه. اذا هنا بحقيقه كنفتحوا الباب امام من تتوفر فيه شروط الامكانيات، وامام من تتوفر فيه شروط التغطيه، وامام من له الضوء الاخضر من قياده حزبيه. خص تنشكر جريدة أصوات أن هذا سبق صحفي خص بكل صراحة يتم إعادة رد الاعتبار لدور نمط الاقتراع الفردي، لأننا بنمط الاقتراع الفردي سوف نضع الفرصة أمام المواطن المغربي وأمام الناخب المغربي للاستماع إلى الخطاب السياسي. أما الآن فضل هذا النمط اللي خص المواطن او الناخب يصوت في خانه على الجهه وفي خانه على المستشار الجماعي وفي خانه على النائب البرلماني، ذلك المنسق الجهوي او الاقليمي هو الذي سيقوم بعمليه التغطيه. نعطيك مثال، انه اذا كان القاسم الانتخابي فيه 8000 مثلا، نعطيك مثال جماعه بوقنادر اللي فيها 25 دائره او 25 مقاطعه انتخابيه، اذا غطى هذاك البرلماني غير 23 وجبت ليه 100 و100 100 واحد، شحال غادي تعطينا؟ فاذا ربما هذا النمط لا يخدم التطلعات الحقيقيه للنخب. المشكل الثاني هو انه واحد مجموعه الاحزاب السياسيه اقترحت رائحه للكفاءات الحزبيه. انت تكون كفاءه مرتبطه بالسن، ومع الاسف الشديد انه ما وقع، مع كامل الاسف، ما وقع في اللائحه الوطنيه للشباب ووقع واللائحه الوطنيه للنساء لا يبشر في الاستحقاقات السابقه، حتى نلقاو هذه بنت هذا وهذا ولد هذا وهذه بنت خو هذا، فالكفاءات ما كتوفرش الان داخل مجلس النواب، ما كاينش كفاءات اللي جات من اللائحه الوطنيه للشباب. فاقترحت واحد المجموعه من الاحزاب تكون لائحه ديال الكفاءات. انا لما كنكون حزب كحزب سياسي وعندي كفاءه وطنيه اللي حامله واحد الخطاب استشرافي مقومات اللي يذكرنا عليها قبيله ديال الرقمنه، وان الان المواطن المغربي راه من الصعب جدا انك تقنعه ببرنامج سياسي، لان لكل واحد منا حزبه داخل هاتفه النقال. مع كامل الاسف انه الان الاحزاب السياسيه غفلت هذا الجانب، وبالتالي كنشكر جريده اصوات لان اشارت الى هذه النقطه. النقطه الثانيه وانه السيد المدير المحترم السي العيداني والسي مصطفى الزرق والطاقم يتواصلون مع مجموعه من الاحزاب السياسيه، ولكن الهاتف يرن دون اجابه.
ما بقيناش المسؤول السياسي خص تكون عنده واحد النظرة على الصحفي أنه صحفي استرزاقي أو يريد أن يواكب العملية الانتخابية لمنفعة معينة. أبدا، الصحفي اليوم الدور ديالو هو إقرار حقيقة للشعب المغربي في القوانين الانتخابية، هو المواكبة. ما كاينش تصريحات الآن، أعطيني شي أمين عام من بعد ما خرج من الاجتماع ديال وزير الداخلية دار تصريحات أو قدم مقترحات لكم كصحافة. ثم النقطة الثانية، احنا نطالب بأنه في هذه اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات يكونوا الصحفيين، لأن الصحفي ما بقاش عنده غير فقط الدور ديال المرتبط بمنظومة الإعلام. الصحفي هو الآن مرتبط بحقوق الرقابة، حق الرقابة على العملية الانتخابية، هذا واجبه، واجبكم كمهنيين. فبالتالي باش ما تكونش هناك واحد الزوبعة اللي غادي تخلي المشهد الصحفي بعيد على العملية الانتخابية، جريدة أصوات بادرت إلى الاتصال بعدد من الأمناء العامين وبعدد من المسؤولين، ولكن مع الأسف الباب لحد الآن مسدود. فتنطلبوا من جميع الفاعلين السياسيين أنهم يتفاعلوا مع هذا المنبر، لأنه عنده حمولة ثلاثية. أولا الحمولة الأكاديمية، أنه تطرح إشكاليات سياسية عويصة مرتبطة بتجريات المرحلة المقبلة، وكنعرفوا أن هذه المرحلة في ظل هذا الكوفيد صعيبة جدا، لأنه المواطن الآن ولا كيشوف مركزية الدولة هي الأقرب إليه. فبالتالي النمط الآن اللي عند المواطن هو هذيك القايدة الحرية، هو المرحوم صلاح الدين الغماري، هو هذاك الكوميسير اللي كان تيبكي في الكورونا، هو هذيك الجمعيات اللي فرقت عليه الطحين والزيت، كان غياب تام الأحزاب السياسية باش نكونوا واقعيين. كيف سنقنع المواطن المغربي بخطاب سياسي متجدد في غياب الإعلام النزيه والإعلام الذي يواكب التحولات؟ فلهذا كان هدفنا مني باش ندير هذا التصريح، ماشي هو باش نبان. أنا الإخوان تيعرفوا أننا رانا مجموعة من 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 المشارب سواء السياسية أو النقابية أو الأكاديمية اللي كنشتغلوا فيها، ولكن غيرة على هذا المنبر، لأنه الأخ المدير ولا الأخ رئيس التحرير، يعني الهاتف ديالي يرن يوميا، السي خديجة بغينا نجلسوا مع فاعلين، والهدف ماشي هو باش توصل أصوات، أصوات الحمد لله واصلة، أصوات لا في صحافة التحقيق لا في التغطية، واحد العدد ديال الندوات اللي غطينا واللي الحمد لله يعني كان تجاوب ديال الرأي العام، واحد العدد ديال القضايا، واحد العدد ديال الطابوهات اللي الحمد لله أصوات أعطاتهم، رغم أن المشككين لازالوا بكل صراحة، وهذه رسالة كنوجهها لهم، أنهم يخليوا أصوات بالثقة، وهما من داخل الجسم الإعلامي مع كامل الأسف. ولكن الآن ما بغيناش حنا داخل منظومتنا الإعلامية أنه يكون داك خوك في الحرفة عدوك، اللي بغى التمييز يمشي يقلب عليه. هاد الناس غتيفيقوا في 5 الصباح، أنتم راكم الحمد لله كشباب يعني دائما آلية التكوين وآلية الامتداد وآليات يعني المواكبة كتنخرطوا فيها. ثم أنه كما شرحوا بعض الإخوان أنه جريدة أصوات هي تنظم منتدى للإعلام الرقمي والإلكتروني في 3 دورات، نظمت في 4 دورات، أنا كنت مشرف على دورة بمدينة فاس وبجماعة الطياب، إخوان كذلك نظموا دورة بمدينة طاطا. البعد الجهوي للإعلام أو الإعلام الجهوي بمفهومه التنموي المرتبط بالرقمنة أو بالثورة التكنولوجية قايمة بهذه الجريدة، لكن مع الأسف تجد بعض المشوشين تجلسوا في القهوة وتتكلموا وهما من داخل الجسم الإعلامي. الجسم الإعلامي ليس حكرا على أحد، الجسم الإعلامي الآن عليه أن يواكب ثقافة العهد الجديد ونهضة العهد الجديد والإنجازات الملكية اللي دارت، سواء في تدبير آلية جائحة كورونا ومخلفاتها، سواء في اعتراف الولايات المتحدة المغربية الأمريكية بمغربية الصحراء، سواء في الأوراش التنموية اللي كنشوفوها وراء جريدة أمريكا مانسرو، دائما أصوات متألقة ودائما هذا الطاقم المتألق تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله في ظل إعلام نزيه لخدمة المواطن المغربي في ظل الألفية الثالثة. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.